ملفات كتير أكيد. وعايزين اراء صريحه ويعني وشفافه زي ما بيتقال كده. نبدا وراي حضرتك في تغيير الجهاز الفني للمنتخب بدايه. بص حضرتك، هو التغيير كان لازم يكون مطلوب يعني. ليه؟ لان طبعا النتائج كانت عاديه يعني، ما فيش مشكله خالص، احنا برضو تاني مجموعه او ما فيش مشكله فيها، انما مستوى اللعب في المباريات ما كانش على المستوى المطلوب بالنسبه لجماهير الكره المصريه او لمنتخب مصر الكبير صراحة. اكيد يعني كانت الماتشين اللي اتلعبوا الجابون وانجولا كانت ماتشات بهته كده بهته، محدش كان متوقع الاداء ده او النتيجه دي بصراحه. احنا قلنا دول يعني من اسهل المجموعات دلوقتي والمنتخبات يعني. بالظبط كده، بس هي المشكله كلها حضرتك لو ما فرقه زي كبيره زي منتخب مصر يلعب مع فرق اقل منه بياخدوا يعني هو المفروض انك انت تدوس على الناس دي او تاخدهم في سكه تانية خالص بالنسبه ليك انت كمنتخب مصر. انما اللي بيحصل ان حصل في المباراتين ان المستوى المباراه مش على مستوى منتخب مصر، عشان انا بدافع يا فندم برضو من البدايه. طب ما انا لو بلاعب فرق سهله مبتدي هجوم. برافو عليك، هو سيستم كان ماشي بيه الكابتن حسام وبيفضل ماشي بيه على المباريات كلها اذا كانت ضعيفه او قويه او متوسطه. فطبعا ده ما ينفعش لان كل مباراه لازم تاخديها على حده يعني. انما اللي كان بيحصل واللي كان حصل في الماتشين دولت ان احنا فعلا زي ما حضرتك قلتي دافعنا كتير، ما كانش على المستوى المطلوب، ما كانش فيه هجوم. معانا صلاح ومعانا تريزيجيه يعني، معانا لعيبه اصلا لعيبه هجوميه بطبعها يعني. انما اللي حصل في المباراتين ما كانتش كويسه، فعشان كده حصل ان اتحاد الكوره غير الجهاز الفني وده كان مطلوب في الوقت الحالي يعني. كويس جدا. طيب